احتفلت القوات الجوية اليوم بعيدها 44 اللي بيتزامن مع ذكرى معركة المنصورة واللي حققت فيها القوات الجوية انتصار غير مسبوق في تاريخ الطيران الحربي على مستوى العالم وحتى الآن باعتبارها أضخم معركة جوية من حيث العدد، حيث اشتبكت 180 مقاتلة من الجانبين، 60 مقاتلة مصرية مقابل 120 مقاتلة إسرائيلية، وأيضا لكونها المعركة الأطول زمنيا من حيث الوقت، حيث استغرقت 53 دقيقة كاملة من القتال الجوي التلاحمي. تفاصيل أكثر في التقرير التالي. أرحب بكم في قواتكم الجوية التي مع كل إطلالة لشمس أكتوبر المجيد ومع عبير نسماته العطرة نسترجع سويا ونتذكر إحدى مفاخر العسكرية المصرية في العصر الحديث، ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة التي استهلت بانطلاق نسور مصر محلقين في عنان السماء ليصلوا إلى أهدافهم في عمق سيناء، موجهين ضرباتهم الموجعة للعدو بإصابته بالصدمة وفقدان السيطرة على قواته. ذلك الأمر الذي كان له عظيم الأثر في بعث الثقة في نفوس أسود قواتنا المسلحة الذين عبروا في أمواج متتابعة لاستعادة الأرض واسترداد الكرامة. وفي تعاون وثيق مع باقي أفرع القوات المسلحة استمرت القوات الجوية في المشاركة بفاعلية في ذلك الملحمة التاريخية الفريدة التي سجلت انتصارات متتالية لقواتنا المسلحة على طول الجبهة وفي عمق سيناء الحبيبة. فكان من الطبيعي أن يفكر العدو في إضعاف المساندة والغطاء الجوي الذي تعتمد عليه قواتنا المسلحة، وذلك بالهجوم على القواعد الجوية والمطارات والأهداف الحيوية، حتى بدأ العدو في صباح يوم 14 من أكتوبر موجها قواته الضاربة صوب القواعد الجوية والمطارات بمنطقة الدلتا. فكانت معركة المنصورة التي تعد بحق رمزا للتحدي حين تصدى نسورنا لتلك الهجمة الشرسة قبل أن تصل طائرات العدو لأهدافها وفاجأوا بأداء أكثر شراسة رغم التفوق النوعي للعدو، ولكنه الإنسان المصري الذي يحسن استخدام ما لديه من إمكانيات مهما كانت. امتدت تلك المعركة لمدة أكثر من 50 دقيقة وفقد فيها العدو 18 طائرة، ولم يستطع باقي طياريه مواصلة القتال فلاذوا بالفرار. فكان ذلك اليوم نبراسا لنا ونثبت لأنفسنا أننا دائما على مستوى الحدث قادرين بعون الله أن نواجه التحديات الحالية والمستقبلية مسلحين بالإيمان وبعزيمة لا تلين. فقد تم التطوير والارتقاء بالمستوى المعيشي والترفيهي والصحي لكافة الأفراد لكي تكون عوامل تساعدهم على تلقي التدريب المتطور على المعدات باستخدام أحدث المناهج وطرق التدريب والمحاكيات مع إيفاد البعثات التعليمية من جميع التخصصات إلى الدول الشقيقة والصديقة بما يسمح بتطوير الأداء وبالتالي أساليب العمل لمسايرة التطور الذي طرأ على كافة نظم التسليح. ومن جهة أخرى فقد انتهجت مصر منذ حرب أكتوبر وحتى وقتنا هذا سياسة تنويع مصادر السلاح بما يتناسب مع متطلباتنا العملياتية ليصبح لدينا منظومة متكاملة من أحدث الطائرات متعددة المهام والنقل والهليكوبتر الهجومي والمضاد للغواصات من مختلف دول العالم. مع الاهتمام أيضا بالمحافظة على الكفاءة الفنية للأسلحة والمعدات الموجودة بالخدمة ومنها التي اشتركت في حرب أكتوبر بل وتطويرها بعقول وأيادي مصرية بما يمكن القوات الجوية من تنفيذ جميع المهام التي توكل إليها في كافة الظروف والأوقات بدقة وكفاءة عالية على جميع الاتجاهات الاستراتيجية، وإيمانا منا بأنه لا بد للسلام من قوة رادعة تحميه وتحافظ على مكتسباته. ولزيادة الخبرات والمهارات المكتسبة قد تم وضع خطة لتنفيذ التدريبات المشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة، وساعدنا على ذلك المستوى الراقي لرجال القوات الجوية في كافة التخصصات، الأمر الذي دعا العديد من الدول لطلب تنفيذ تدريبات جوية معاناة وبصفة مستمرة لتأكدهم التام من المردود الإيجابي العالي الذي سيعود عليهم من تنفيذ تلك التدريبات نظرا للخبرات التي تم اكتسابها خلال المعارك التي خاضتها القوات الجوية وخاصة في الفترة الأخيرة
بالاشتراك في عمليات القضاء على العناصر الإرهابية وتأمين الحدود، فأود أن أوضح أن مصر تخوض منذ 4 سنوات حربا ضروسة ضد كيانات إرهابية مدعومة ماديا وتكنولوجيا من دول بعينها. ويكفي ما أعلنته عدة جهات دولية بأن مصر هي الدولة الوحيدة في العالم التي تواجه الإرهاب بشجاعة وجرأة وصدق وأيضا بفاعلية. كل ذلك تحقق بفضل الله ووقوف الشعب خلف جيشه الذي دائما ما كان عند حسن الظن به، ذلك لأنه جيش وطني من نسيج أو من نسيج هذا الشعب. لقد تسلمنا الراية عالية خفاقة من جيل برر الدم والروح في سبيل عزة ومجد وطننا الحبيب، بعد أن أضاء ومهد لنا الطريق لكي نكمل المسيرة وننطلق إلى آفاق لا حدود لها تكاد تتسع لطموحات شعبنا العظيم. فكنا وسنظل بعون الله عند حسن الظن بنا، وفي هذا اليوم الخالد دائما نتذكر بكل العرفان شهداء القوات الجوية الذين بخلوا بأروحهم في سبيل غد أفضل لنا جميعا، ونعاهدهم ونعاهد شعبنا العظيم أننا على طريق النصر مهدون، وأن نبذل في ذلك العرق والدم بل والروح. حفظ الله مصر وشعبها وجيشها، وبلغنا جميعا ما نصبوا إليه من عزة وأمن ورخاء في ظل قيادتنا السياسية الحكيمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.